بدأ في مدارس مملكة البحرين اليوم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم استبدال الواجبات المنزلية بالتطبيقات العملية داخل المدارس. قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة عدد من المدارس لمتابعة تنفيذ خطة تطبيق قرار الوزارة استبدال الواجبات المنزلية بالتطبيقات العملية داخل المدارس، ومن ضمنها البدء بتخصيص حصة يومية لقراءة القصص وغيرها من الكتب والمطبوعات المرتبطة بالمنهج الدراسي مع تحليل المادة المقروءة ومناقشتها. في البداية أحب أتقدم بخالص التهاني والتبركات إلى أخواني الكرام أولياء الأمور وأبنائي الطلبة والطالبات بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي، والذي يشكل نقلة نوعية في مسيرة التعليم في مملكة البحرين، والتي تحظى بدعم ومساندة كريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يتفضل بتوجيهاته الملكية لكي تقوم الوزارة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والاستمرار في مشاريعها التطويرية. في هذا الفصل الدراسي الجديد تم إعادة هيكلة الخطة الدراسية في المدارس بحيث تكون هناك حصص للقراءة يوميا في كافة المدارس وفي كافة المراحل التعليمية. سيتم التركيز على القراءة باللغة العربية، وكذلك أيضا هناك حصص للغة الإنجليزية. هذا الفصل الدراسي سيشهد نقلة نوعية أيضا في التعامل مع التطبيقات المطلوب تنفيذها من الوزارة، حيث كما يعلم الجميع أن الوزارة اتخذت قرارا إلغاء الواجبات المنزلية والاستعاضة عنها بالتطبيقات في المدرسة. هذا الهدف يؤكد أن نحن نسعى إلى إشراك الطالب والاستفادة من كافة الإمكانيات داخل المدرسة على صعيد القوى البشرية أو على صعيد التجهيزات المدرسية، حتى نصل إلى مرحلة متقدمة بإذن الله تعالى في الارتقاء بمسيرتنا التعليمية من خلال متابعة كل ما هو جديد، وفي نفس الوقت الاهتمام بأبنائنا الطلبة وتنويع مناهجنا الدراسية. هذا هدف أساسي سيشهد إن شاء الله هذا العام والفترة القادمة. وتفقد الوزير تطبيق حصة القراءة في عدد من الفصول الدراسية، بما في ذلك الفصول المخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. حبيت أشيد بقرار سعادة الوزير في استبدال الواجبات المدرسية بمشاريع دراسية قرائية فهذا يخدم الطلاب ويخدم المعلمات في نفس الوقت، يخدم المعلمات بأن لديهم فرصة أكثر في تطوير الطلبة من ناحية القراءة، من ناحية الكتابة، ومن ناحية الإملاء، وهذه اللي كل معلمة في حلقة أولى بالنسبة لكل معلمة في حلقة أولى تطمح بأن تلاميذها يصلون لمستوى بأنهم قادرين على كتابة والتعبير بلغة صحيحة وسليمة، ونحن فرحين كثيرا بهذا القرار. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق خطة تطويرية متكاملة تنفذها الوزارة حاليا بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للزمن المدرسي وللإمكانيات البشرية والمادية المتوافرة في المدارس، إضافة إلى العمل على تحديث وتجديد المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية بالشكل الذي يرتقي بمستوى التعليم ومخرجاته في جميع المراحل الدراسية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كل عام جميع الطلبة بخير. بدأ الطالبات سعادتهم من أول ما سلمت عليهم قالوا معلمة اليوم ما في واجبات، فكانوا جدا جدا سعيدين إن ما في واجبات، بس أنا قلت لهم مو معناته إن ما بنحل، راح نحل في الصف ونتابعكم في الصف ونشوف إنجازكم في الصف. أبدوا سعادة كثيرة إن قلت لهم إن راح ما نستعير قصص من ديها البيت، راح نقرأ لكل يوم قصة، فهذا الشيء كان ممتع عندهم، استانسوا كثيرا، يعني لاحظ حماسهم إن كل واحدة تريد أن تأخذ القصة لنفسها. إنجازهم كان جدا جميل لم أتوقع، خصوصا بعد إجازة، فالقرار قرار القراءة وقرار إلغاء الواجبات جدا ناجح. أتمنى إن شيء يكون تركيز المعلم أكثر على الطالب، وأتوقع الطالبات بينجزون إن شاء الله أفضل.
هذا وقد حظي قرار إلغاء الواجبات المدرسية واستبدالها بالتطبيقات العملية داخل المدارس بإشادة كبيرة من منتسبي الميدان التربوي وأولياء الأمور الذين أكدوا أنه يصب في صالح الطلبة، سواء على صعيد الارتقاء بتحصيلهم الدراسي عبر تركيز العمل داخل المدارس بإشراف مباشر من المعلمين، أو بإتاحة الوقت الكافي لهم للدراسة الذاتية والبحث والتعمق وممارسة هواياتهم وتطوير مواهبهم.